في الكويت أطلق اسم الممثل الكويتي القدير عبد الحسين عبد الرضا على مسرح السالمية، وهو أحدث المسارح الكويتية. وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح قال إن إطلاق اسم عبد الرضا على مسرح السالمية يأتي تكريما للرموز الفنية الكويتية القديرة التي أثرت الساحة الفنية بأعمالها على جميع الصعد المحلية والإقليمية والعربية، وأن مسيرة الفنان عبد الحسين عبد الرضا التي تجاوزت نصف قرن جعلته سفيرا فنيا ومسرحيا كويتيا فوق العادة.